بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وبعد. فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. حين قالوا كونوا هودا أو نصارى شققنا في القول وشققنا في القائلين، وعلمنا ما في ذلك. والله يعلمنا أن نقول لهم الرد على قولهم. هم قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، يعلمنا الله في الرد فيقول قل بل ملة إبراهيم حنيفا. وقلنا إن حنيفا يعني مائلا إلى الحق عن الباطل، ولكن اللفظ له صلة لغوية بشيء اسمه الحنف، وهو اعوجاج الرجلين إلى الداخل. فما هي الصلة التي جعلت إطلاق العدول عن الباطل إلى الحق حنفا، مع أن الحنف فيه عجاج؟ نقول إن الاعوجاج عن المعوج اعتدال. ساعة يجيء لك طريق ملتوي ونقول له اعدل مل عن هذا الملتوي، يبقى معنى ذلك ايه؟ يبقى معدل. ونظرا لاننا قلنا ان الرسل لا يجيئون الا على غفلة عن منهج الله، غفلة طامة للكل، يبقى عوجاج ايه؟ كامل مسيطر. فحين يجيء الله برسول يقول له مل عن الاعوجاج القائم، وحين تميل عن اعوجاج قائم لا تميل عن اعوجاج الا الى اعتدال. لا، يبقى حين يقولون الحنفية هي الطريق المستقيم، نقول له نعم، لانها نشأ عن اعوجاج عن مائل. اعوجاج عن ايه؟ عن مائل. وما دام جاء اعوجاجا عن مائل يبقى اعتدال. يبقى ايه؟ اعتدال. ولذلك احنا نقول كده نفي النفي اثبات، مش بنقول كده؟ نفي النفي اثبات. بل ملة ابراهيم حنيفة. وليه جاب لنا حنيفة؟ عشان يعطي لنا الصورة دي. ام قال لك ليذكرك بنعمة الله على الوجود كله حين يصحح غفلة البشر عن منهج الله بما يأتي من رسول، فلا بد ان يجعلك تلحظ انه كان هناك عوجاج. لازم تلحظ ان كان فيه ايه؟ عوجاج. ايه كان فيه عوجاج. وبعد ذلك يقول حنيفا مل عن الاعوجاج، يبقى اعتدال. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى لا يتركنا الى ذواتنا قديما، وانما تركنا الى ذواتنا الايمانيه الاسلاميه التي تبعت سيدنا محمد صلى الله ايه صلى الله عليه وسلم. واصبح المؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم مأمونون على أن يسوسوا البشر بمنهج الله. فحين يقولون كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فكأن للهداية عندهم مفهوما. ما هي الهداية؟ الهداية قلنا سابقا أنها الموصل للغاية من أقصر طريق، مش كده؟ هذا يهدين الطريق، يعني إيه؟ يعني يوصلني إلى غايتي من أقصر إيه؟ من أقصر طريق. إذن هم حين يقول كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، يبقى كأن للهداية عندهم مفهوما. ما هو مفهوم الهداية عندهم؟ تحقيق شهوات نفوسهم. تحقيق إيه؟ يبقى تهتدوا يعني إيه؟ تكونوا على إيه؟ على هدى نحن، ونحن نريد أن لا يكون البشر على هدى البشر، لأن الهدى هدى الله. ولذلك قيل في درس سابق، حلقة سابقة، لم ترضى عنك اليهود
ولا النصارى حتى تتبع ملته. طب ملتهم يعني برضو لن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ايه؟ ولن ترضى عنك النصارى حتى. وقلنا قلنا هناك انهم يا ريتهم كانوا متفقين كان يبقى المسألة واحدة. طب ما انا هبقى مغضب واحد ضروري مش كده ولا لا؟ طب ما دام انا هاغضب واحد ما هيبقوا الاثنين بالمرة ونخلص. ما هيبقوا الاثنين بالمرة ونخلص ونرضي مين؟ اعمل لوجه واحد يكفيك كل الايه؟ كل الاوجه. ولذلك يجب أن نستعيذ بالله من أن نصنع تصرفا يرضي عنا اليهود أو النصارى. لأن معنى أنني أتصرف تصرف يرضي اليهود ولا النصارى أنني بحكم الله علي تبعت ملتهم، لأنه قال لن ترضى حتى تتبع ملتهم، لن ترضى حتى تتبع ملتهم. فنعوذ بالله أن نكون منهم محل الرضا. ويجب أن تفرقوا بين الرضا وبين التعايش، فيه فرق بين الرضا وبين التعايش. لأن التعايش يقتضيك أن تتحمل فعل قالب ولكن لا بحب قلب. لا بإيه؟ والرضا إيه؟ إذن ما هو الرضا؟ أن تقبل فعل القالب بحب القلب اللي يحصل أنت عاش وحبه. إنما تتعايش نقول له لا، أهو يعمل العمل أنا مش راضي عنه إنما عشان نتعايش يبقى. ولذلك كان عهده صلى الله عليه وسلم مع اليهود لا رضا من اليهود عليه ولا رضا منه على اليهود، وإنما كان تعايشا فقط. كان إيه؟ تعايشا فقط. لأنه ما كان لرسول الله أن يفعل فعلا ترضى عنه به اليهود، لأنه إن رضيت اليهود عن واحد فليحكم بأنه فارق ملة الله. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. أن الحق سبحانه وتعالى قال في قوله وإن جاهداك للأب والأم على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ده التعايش. والمعروف تصنعه مع من تحب ومع من لا تحب، لكن الود لا مع من تحب بس. ولذلك قلنا إياكم أن تفهموا كما يقول بعض المستشرقين إن في بعض الآيات القرآنية تعارضا، والذي يجعل المسلمين يغفلون عنه أنهم ينظرون إلى القرآن بقداسة، ولولا هذه القداسة لأمكنهم أن يستقبلوا آيات من القرآن يقولوا فيها تعارض، وجابوا هذه الايه صاحبهما في الدنيا معروفة. ثم جاء لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ايه آباءهم. قال لك بيقولك آباءهم، طب ما هو بيقول وصاحبهما في الدنيا ايه؟ نقول له يا غبي افهم أن الصحبة بالمعروف غير الود بالقلب. الصحبة بالمعروف تصنعه مع من تحب ومع من لا تحب، أما الود فلا تصنعه إلا من تحب. فاصنع مع أبيك المعروف تعايشا، إنما قلبك ما يبقاش إيه؟ ما يبقاش إيه؟ ما يبقاش وياه. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم حين عاهد اليهود أو عاهد غيرهم إنما لم يكن راضيا عنه، إنما متعايش لحد ما تيجي الإيه؟ ظروفه خلاص. ولكن الإنسان المؤمن يستعيذ أن يكون محل الرضا من هؤلاء أبدا، لأنه إذا كان منهم محل الرضا يبقى الحق يقول كلاما لا ينقض. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى إيه؟ تتبع ملتهم. فنعوذ بالله أن يرضوا إيه؟ ولكن ما فيش مانع يتعايشوا يتعايشوا، إنما كلهم افهموا بالدقة. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة. شوف بقى هناك أقوال متعددة، قالت اليهود وقالت النصارى ومش كده، إنما هنا قل واحدة. قل إيه؟ واحدة. قل بل ملة إبراهيم حنيفة. وحين تردهم إلى ملة إبراهيم اللي هم أيضا يتمحكون فيه، يبقى جبت لهم الحجة اللي كانت في ايدهم علشان ايه تسقطها من ايه تسقطها من ايه. قل بل ملة إبراهيم حنيفة
وبعد ذلك لتدرك معنى الهداية التي كانوا يقصدونها وما كان من المشركين. شفت؟ يبقى كن الهداية اللي هم عايزينها فيها ايه؟ اشراك. قولوا ملة ابراهيم دي. يمكن واحد يقول لك طب احنا ملة ابراهيم دي ايه؟ فشرحها الله حتى يقطع العذر. يمكن مع واحد فيش واحد مثقف بقى عنده قال لي قولوا آمنا بالله. ادي ملة ابراهيم اهي، آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاصباط، مش كده؟ وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم بالاجمال يعني لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. فكل من جاء ببلاغ عن الله فهو على العين وعلى الرأس وفي القلب، ونحن لا نتعصب وإنما نأخذ من هؤلاء ما يتفق مع ديننا لأنه هو الذي جاءوا به، وكل شيء يخرج عن ذلك يكون من صنعكم وتأويلكم وتحريفكم وزياداتكم، فأيضا لا نقبل هذا. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم. لا يقول وما أنزل إلينا، أنزل إلينا ده أمر معروف لأنه الخاتم جايب النهاية، مش كده؟ لا يمكن أن يعطف عليه ما يصطدم معه. ممكن؟ ممكنش يعطف عليه ما يصطدم معه. وما إيه؟ أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. الآية دي قال بل ملة إبراهيم، وحتى ينفي أن يكون لرسول شيء ليس من عند الله قال اللي أنزل إلى إبراهيم، كأن ملة إبراهيم دي مش هو اللي عملها، إنما إيه؟ أنزلت إليه. لا نفرق بين أحد من رسله، بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ليه؟ لأن ما يصل إلى الله من منهج إلى البشر فلا خلاف فيه إطلاقا، وإنما الخلاف من صنع السلطة الزمنية التي يرفضها مطلق دين. أنت لا تسلم زمامك لواحد إلا إن اعتقدت أولا أنه أقدر منك، مش كده؟ وأعلم منك وأحكم منك ولا هوى له في توجيهك. فإن تشككت في واحدة من هذه فعنصر من عناصر إسلامك له يختل، لأن ما الداعي إلى أن يسلم مساو لمساو؟ يسلم مساو لمساو. يبقى أنت لا تسلم زمامك إلا لمن تعتقد أنه إيه؟ وإذا ما تصفحت قدرات المخلوقين الحادثين وجدتها قدرات كلها ناقصة، إن ما كانتش تتكامل ما تنفعش. أنت محتاج لده وده محتاج لده وده محتاج لده، إذا ما فيش في واحد طاقة كمالية أبدا. يبقى إذا لا يوجد في الوجود إلا الوجود الأعلى لتسلم زمامك له. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. طب إن آمنوا بمثل ما آمنتم به، وهل لما آمنا به مثل حتى يؤمنوا به ولا يؤمنوا به نفسه؟ قال لك هو أنت هتؤمن إزاي؟ مش بتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ هل إذا قالها واحد بعدك أقال ما قلت أم مثل ما قلت؟ يبقى حين تعلن إيمانك أنا ما باخدش الكلمة اللي أنت قلتها، الكلمة اللي أنت قلتها لك. ليه؟ لأن الحدث لا يفارقك أنت، الحدث ما يفارقش. فأنا إن صنعت شيئا لما أجي أقول له اصنع مثل ما صنع فلان، لأن ما صنع فلان هو لا يصنع ثانية،
ما صنعه فلان لا ايه تصدق بمثل ما تصدق به فلان. اتقول تصدق بما تصدق به فلان؟ لان اللي تصدق به فلان بمجرد خروجه منه ثبت له ولم يثبت لغيره. يبقى انت صدقت فتصدق بايه؟ بمثل ما تصدق. يبقى امنه بايه؟ بمثل. واحنا امنا بايه؟ لا اله الا الله قولوا مثلها. لانه من المتعذر ان تقولوا انتم ما قلنا، لان ما قلنا ثبت لنا. ساعه تقولونها انتم مش هتاخدوها مني وتقولوها لا. ولذلك اذكروا جيدا اننا حين تكلمنا عن الضمير مره يرجع الضمير الى ما سبق، ومره يعود الى مثل ما سبق. لما تقول جاءني رجل فاكرمته، اكرمت من؟ الرجل ده هو. طب تصدقت بدرهم ونصفه، يبقى انت خدته تاني من الرجل وقسمته كده وقلت ونصف مثله. يبقى اذا كان اثر الحدث تذهب به انت الفاعل الاول، يبقى ان عملت انت يبقى مثله بقى. فلا يقول قائل فان امن، وكان من امنت به له مثل. فيه فرق بين دلالة على الإيمان وبين ما آمنت به. فلا تقول آمنت بالله يعني بمثل الله، لا، أنت آمنت بإيه؟ ثبت إيمانك بإيه؟ بلا إقرار، إقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، واحد يقول لك آمنوا بالله، هم آمنوا بمين؟ آمنوا بالله. طب وحيبقى فيه بمثل اللي آمنوا بمثل ما آمنتم يعني بمثل الله؟ نقول له يا راجل لا، آمنوا آمنوا قالوا إيه؟ لا إله إلا الله. فعلمنا إيمانهم بهذه، علمنا إيمانهم، يبقى يقولوها برضو زي إحنا ما إيه. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اهتدوا، اهتدوا الهداية الحق، وإلا فهم ادعوا من اللي بيقولوه إيه؟ هداية. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. شقاق يعني إيه؟ ما احنا قلنا مختلفين ويا بعض كمان. ليه؟ قال لك لأنهم وإن التقوا في الكفر ليتهم ملتقين في أسباب الكفر. برضو مختلفين في أسباب الكفر، برضو حيبقوا في إيه؟ في شقاق. شقاق من المشقة. لأن هم ويا بعض في إيه؟ في نزاع ومشاجرة ومشقة، أو في شقاق. والشق معناه الفرق بين شيئين، شق يعني إيه؟ فارق بين إيه؟ بين شيئين. إنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. يقول سيكفيكهم الله يعني يغنيك عنه، يغنيك عنه. أليس الله بكاف أي بمغن العبد؟ خلاص يكفيك بالإيه؟ في الله. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سيكفيكهم الله بكل الوسائل، سواء كانت وسائل تصل إلى إدراكاتك بالسمع أو تدار عليك. يعني يجيبوها تبييت، يجيبوها ايه؟ تبيين. ولذلك احنا قلنا في حكاية السحر ان ليه ما ناخدش ان الله سبحانه وتعالى يريد ان يبطل آمال هؤلاء في انهم سينالون من رسول الله، لانه حتى ان عملوا اشياء مستترة سيطلع الله رسوله عليه، سيطلع الله ايه؟ رسوله عليه. فاعملوا اللي تعملوا، ما هو عندهم اسلحة كتير من السحر، طب اسحروا، انما هنقول له برضه. أيوة. يبقى حين تقطع عليهم حتى وسيلة التبييت مش هيعمل. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. برضو من ضمن ما قولهم صبغة الله. صبغة يعني إيه؟ صبغة شيء أو حال من الألوان يطرأ بلون على لون. تصبغ ده أحمر، تصبغه أصفر، تصبغه أخضر، تصبغه أزرق.
يبقى بتجيب ايه؟ حال من لون على شيء اخر، اسمها ايه؟ صبغه. بس يلاحظ ان كلمه صبغه تختلف عن كلمه طلاء. ليه؟ لان الصبغه الاصل فيها ان ينفذ الصبغ في المصبوغ، ينفذ الصبغ في المصبوغ. ما تصبغ توب كده اسمر وبتاع، يبقى بينفذ الصبغ الاسود في ايه؟ في المصبوغ، يعني يمشي في الايه؟ وخاصة اذا كان المصبوغ له شعيرات وانابيب زي القطن وزي الصوف وزي. ولذلك الصناعيات كلها الافتال الصناعية او الالياف الصناعية لا يمكن ان تأتيها فيها صبغة. ليه؟ لان شعرة القطن او شعرة الصوف انبوبة، الطلاء طبقة تستطيع ان تنزعها والشيء يظل على ما هو عليه. ولذلك دي يجب ان يفهمها الذين يفتون في طلاء الاظافر ويقول لك ده زي الحنة. نقول له يا شيخ مش زي الحنة، الحنة صبغة بتتخلل المادة الحية ولذلك بتفضل كده لحد ما يذهب الجلد به. لكن ديا الا يذهب النساء ليعدلن الطلاء كل يوم؟ وتروح بقى وضافرها يبقى ايه؟ عامل زي ما اذا ما هي صبغه. اذا لا تقس هذا على انه ايه؟ صبغه. دي ايه؟ دي طلاء. فهنا بقى صبغه الله بقى هو الملة ايه؟ قل وقل امنا بالله وقولوا وصبغه الله. صبغه الله كان ملة ابراهيم والايمان بالله وما انزل على رسله، هي دي الصبغه الربانيه. طب وكلمه صبغه دي جايه ليه؟ علشان يديني انها مشربه. عندي كنت شويه طلع كده متغلغله. ليه؟ لانها صبغه ليست جائية من خارج، إنما ربنا أول ما يعملها يعملها في القلب، تطلع من القلب. وأنتم تأخذون الوليد حين يولد وتضعونه في ماء وتقولوا إحنا صبغناه بماء المعمودية بقى إيه؟ فكأنكم نقلتم القيم والمواجيد النفسية إلى أمر مادي تخلعونه من خارج. والإيمان لا يخلع من خارج وإنما ينضح من داخل. أدي معنى صبغة الله. ويريد الحق سبحانه وتعالى أن يبين لنا ذلك بإيه؟ بأن يجعل من آيات قدرته اختلاف ألواننا. اختلاف إيه؟ أهي ألواننا دي مش طلة، صبغة جاء منين؟ في ذات وجوهر التكوين، مش في عرضه، في جوهر الايه؟ اللي انا عايز اسمر يطلع اسمر، ابيض ابيض، اصفر اصفر. ليه؟ فكذلك اذا كانت صبغه الله في الامور الماديه دي امر لا يحول ولا ايه، وجاء كده في نفس التكوين، فما بالك بالصبغه الايمانيه؟ ما تقولش انني اوديه الماء علشان ياخد صبغه كذا، صبغه الدين، لان الدين عمره ما يكون جاي من خارج، وإنما الدين يأتي أولا من إيه؟ من داخل. ولذلك استيقاظ الإيمان في النفس البشرية كما قلنا سابقا يخلع على كل الإيه؟ على كل الأعضاء. إحنا مقلنا تقشعره إيه؟ وبعدين إيه؟ ثم تلينه إيه؟ وقلوبه إلى ذكر الله. يبقى كلها جاء من إيه؟ ومن أحسن من الله صبغة. ومن أحسن من الله صبغة؟ إذا هم يقدروا يقولوا لا إحنا أحسن صبغة، ما يقدروش، فيجيب لهم الإيه؟ الاستفهام الذي لا يستطيعون أن يكذبوه، ما يقدروش. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ها؟
ونحن له عابدون. وما دام احنا له، ومعنى عابدون يعني ايه؟ العابد، العابد هو الذي يطيع اوامر الله ويجتنب نواهيه. حين تطيع اوامر الله وتجتنب نواهيه، العمليه دي انت عملتها ليه؟ لان الاوامر دائما تاتي بامر فيه مشقه ان تفعله، والنهي فيه مشقه ان تتركه. شوف شوف الاثنين. يبقى كان الانسان يالف سطحيات النفع، يالف ايه؟ ويريد الحق ان يوجهنا الى عمقيات النفع. سطحية النفع أن تعطي لنفسك لذة عاجلة، سطحية النفع أنك أنت وقتك كده ساعة ما تقوم الصلاة لا عايز تبقى قاعد مرتاح، فالأمر يبقى ثقيل إيه؟ ولذلك وإنها لكبيرة إلا على الإيه؟ خاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا إيه؟ ملاقوا ربهم. إذن ففيه أمران، أمر وفيه نهي. الأمر بشيء النفس ما عايزة ما تعملوش، والنهي عن شيء تريد ان ايه؟ ان تعمله. زي ما قلنا اياك في التكليف ان تنقل دائره تفعل الى لا تفعل، او دائره لا تفعل الى دائره ايه؟ افعل. يبقى ونحن له عابدون يعني مطيعون اوامره، لاننا امنا بالامر وان خفيت علينا عله الامر. احنا امناه، احنا ايه؟ امناه. فانظر إلى إيمان يسهل عليك فعل شيء ما كنت تحب أن تفعله، ويسهل عليك الامتناع عن شيء كنت تحبه. شوف الإيمان بقى دي أهدي بقى صبغة الله اللي متغلغلة فينا بقى، صبغة الله ومن أحسن من الله إيه؟ يبقى ونحن له عابدون كأن نحن له عابدون، حيثية أن صبغة ربنا أحسن صبغة، أن صبغة ربنا أحسن صبغة. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. تجديد الأمر بكل إيقاظ لمهمة التبليغ في الرسول، وإلا كان يقول قل وخلاص ويقول له المقولات كلها، كان يقول له قل مرة واحدة وتنتهي. لا، ده كل واحدة بإيه؟ كل واحدة ببلاغ. ومن العجيب أن الله حين يقول لرسوله قل كان يكفي أن يقول مقول القول. يعني إيه مقول القول؟ تكرير كلمة قل دي معناها إيه؟ معناها جذب المقول له إلى عظمة القائل الأول، وإياك أن تجعلني أنا الذي أقول، انا ببلغ بس، وما دام انا ببلغ يبقى ما تاخدش بشريتي وذاتي، حتى ان كنت مش مستلطفني انظر الى اللي قال لي انا ماليش، انظر الى اللي قال لي انا مالي. قل 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 اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. أتحاجوننا يعني حاجه، يعني دخلوا مع بعض في إلقاء حجج يؤيد كل واحد منهم رأيه بحجته. أو كالذي إيه حاج، ألم ترى إلى الذي حاج إيه إبراهيم، حاجه يعني إيه قبله إيه، أنت تقول حجتك وده أقول إيه فحاجه، يعني دخل مع خصمه في إثبات مدعاه بحجة ويرد عليه خصمه في إثبات مدعاه بحجة. أدي إيه حجة. أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. كان من المنطق أن نلتقي عنده، لأنه ليس ربي هو، أهو ربي ولم يكن ربكم؟ لا إله إلا الله. يبقى إذن حظنا منه سواء،
حظنا منه سواء. وما دام حظنا منه سواء ما كان يجب ان تقفوا منه موقف هذا العناد، والا فقولوا لكم رب تاني بقى، مش كده ولا لا؟ ما دام هتحجون في الله، تحجون يعني ايه؟ تقولون ايه حججا تؤيدوا مدعاكم، وانا اقول حججا ايه تؤيدوا ايه مدعاكم. هناك آية في القرآن برضو في المحجة، والذين إيه يحاجون من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربي. الله، أنت بتحاج الله في الله ليه؟ ده فيه ناس زيك لهم عقول برضو وأفكار وأمنوا به، فجدلوك لن يمنع الإيمان به، جدلك فيه لانه استجيب لا استجيب لا. وما دام استجيب لا، يبقى عمليتك دي لن تقف موقفا في سبيل ان لا يستجاب، لان اللي انت بتحج ده ما هو زيك. وما دام مثلك وبحاجه كلك لا الله كذا، وانت تقول له الله كذا، طب ما هو مثلك وانا الله. اذن لماذا هو راعى امر الربوبيه وانت لم ترعى امر الربوبيه؟ يبقى كان يجب انك تكون ايه؟ مؤمن زيه، لانه هو ربي وليس ربك. قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم، ونحن له مخلصون. الاعمال نسبها لمين؟ ادى فايدتها لمين؟ كل واحد عمله له، ولكن احنا نمتاز باننا ايه؟ احنا مخلصين. مخلصين يعني ايه؟ اخلصنا العبادة لله وحده. وانتم ان جاز منكم ان تفعلوا فعل العابدين فانكم متجهون بعبادتكم الى شيء اخر تخدمون به اهواءكم. فكأنه يريد ان يقول الله ربنا وربكم، ليس أحد منا أولى من أحد في الربوبية، لأن عطاء الربوبية كما قلنا عم المين للكل، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. شوف برضو حتى الأدب في الجدل جاب اللام بتاعة الملكية والنفعية، برضو لنا أعمالنا وإيه ولكم أعمالكم ونحن له. يبقى ما الذي يرجح عملا على عمل؟ الإخلاص. يبقى إذن قد يكون العمل واحدا وهذا يأخذ به ثوابا وذلك يأخذ به إيه؟ عقابا ووزرا. إذن فالمدار في توجيه العمل إلى إخلاص وجهته إلى الله. فإن أنت أخلصت وجهة العمل إلى الله، إياك أن تقول ما دام الإنسان لا يؤذي أحدا والأعمال بالنيات، يعني وما دام الإنسان ما بيعملش منكر وما دام ما بيعملش يعني مش ضروري يبقى كذا ومش ضروري يبقى كذا، نقول له أنت هتاخد، أنت مش بتقول الأعمال بالنيات، أنا النية بتاعتي كويسة. نقول له هو إيه؟ هو قال نيات بس ولا أعمال ونيات؟ أعمال ونيات، إنما الأعمال يبقى لازم العمل ينعمل. ما تقوليش النية بقى عندي كده أبدا. ليه؟ أم قال لك لأن النية أثرها راجع إليك تنتفع. وأما العمل فأثره يعود على الناس قهرا عنك، اعمل فالناس ستستفيد. فالذي يتصدق وليس في باله الله، نقول له العمل وقع وانتفع به أناس الفقراء خدموا إلى آخر، مش كده؟ وبعدين أنت اللي خسرت بنيتك بقى. يبقى كأن ما تقوليش ده نية بس، يقول له لا لا ده عمل ونية، لأن النية تضمن الجزاء لك، والعمل وإن لم يكن لك فيه نية يعود أثره على من عملت له ولا ما يعودش؟ يعود. انا عايز العمل. اياك ان تقول لا المستقيم اللي مش عارف ما بيأذيش حد ما بيعملش حد يبقى ما يعملش كده، نقول لا يا اخوان احنا عايزين ايه؟ العمل. العمل ليه؟ لان العمل حركة في الحياة. اي نعم.
اخلاص النيات فيه لثوابك انت. انت بقى يا سيدي مستبع ومش عايز ثواب خلاص، لكن العمل ينعمل. العمل ايه؟ العمل ينعمل. ولذلك ان تبدوا الصدقات او تخفوها فنعمة هي، بس احنا عايزينكم ايه؟ تتصدقوا. ولما تتصدقوا الفقير سينتفع، وما دام الفقير سينتفع فانت هبب نفسك بقى وتبقى نيتك في ان يقال وان يقال وقد قيل. يبقى الذي خاب انه ما اخلصش النية، انما احنا عايزين العمل ولا لا؟ اذا فاعمال الخير يجب ان تفعل، والنيات ان اردت ان يكون لك ثوابها فانوها لله، ما اردت سننتفع بعملك وانفك راغم. والى لقاء اخر ان شاء الله.